محمد ملوس مدير عام بنك الوفاق الدولي. كانت فرصة اليوم للقاء العالمي الأول لبنك الوفاق الدولي في إطار سياسة الاتصالية لتبني مزيد التعريف ببنك الوفاق الدولي وكذلك بمختلف الخدمات والمنتجات البنكية التي يقدمها. كذلك كانت فرصة لتبادل الآراء حول والتعريف خاصة بنشاط البنك خلال سنة 2018 ومنذ أحداثه، وكذلك إلى برامجه المستقبلية في الخمس سنوات القادمة. كما تعرفوا بنك الوفاق الدولي هو بنك يعمل طبقا لمبادئ السيرفة الإسلامية، وكانت فرصة لمزيد التعريف بعض مزايا السيرفة الإسلامية ودورها في تمويل الاقتصاد وكذلك في معناها مرافقة ومساندة رجال الأعمال والباعثين وخاصة الباعثين الشبان وخاصة داخل الجهات، باعتبار أن المقر الرئيسي للبنك متواجد داخل الجمهورية في ولاية مدنين، وبالتالي كان من أهم أهداف هذا البنك هو تمويل المشاريع داخل الجهات بعد التجربة الناجحة لشركة الوفاق للإيجار المالي اللي تمكنت خلال العشرية الفارطة من تبوء مكانة هامة ومن في السوق المالية في تونس، وكذلك من تمويل الاقتصاد ومن خلق وخاصة نشر ثقافة الإيجار المالي في الجهات الداخلية للبلاد اللي مكنها من تحقيق نتائج مهمة خلاها تفكر في تطوير نشاطاتها بتولي طلبات خاصة من الحرفاء لتمويل نشاطاتها، وبالتالي التفكير في تحويل الشركة إلى بنك إسلامي، وهو ما تم في نهاية سنة 2015 وبدأت النشاط الفعلي بتاعها في 2017 أبريل 2017 معتمد على نظام معلوماتي مختص في السيرفة الإسلامية حتى نضمن الجودة اللازمة لحرفائنا. كذلك اليوم ينطلق بنك الوفاق بنظرة أخرى للعمل المصرفي في تونس، يعتمد خاصة على مساندة ومرافقة ونصح تقديم المساعدة والنصح لحرفائه في إطار سياسة ليس فقط سياسة بنك وحرفاء، ولكن سياسة تاع شراكة نعمل على تقديم على مستوى المتوسط والبعيد، وتكون القاعدة فيها هي الثقة والشفافية في مختلف المعاملات.